إذا صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحكم بالخير والله يمسيكم بالخير، نهاركم سعيد ومبارك للناس الموجودين على صفحة الشيف نضال، أكيد للموجودين معنا على صفحتنا عابدين هوم سنتر. كل الناس بتسمي البلاك فرايدي بلاك فرايدي وايت فرايدي إلا عابدين، احنا سميناها بلو فرايدي، أول ناس احنا بنسمي هذا الاسم. طبعا تنزيلات رائعة، عروض مميزة جدا، وكمان اليوم إن شاء الله في حيكون هدايا للناس اللي معانا على اللايف، حنعمل جولة جميلة بمناسبة شهر 11 صار، وراح يكون في طبعا عندنا هالعروض هاي لغاية 5/11. أول شيء بدي أرحب اليوم على اللايف السيد عبد عابدين أبو نادر اللي راح يعطينا تفاصيل كاملة. إن شاء الله، أهلا وسهلا، تابعونا. طبعا اسم الكامبين عندنا قبل الكل وغير الكل. قبل الكل لأنه الناس كلها بتعرف إنه بلاك فرايدي بآخر شهر 11، عملناه إحنا قبل الكل لأنه دائما كل زبائننا تعودوا علينا. هو خلص طلع الصوت، كل زبائننا تعودوا إنه يكون عندنا شيء مميز غير عن الكل، فإحنا لازم كل سنة نطلع لهم فكرة جديدة. هاي دائما مميزين عبد، يعني هاي بدهاش حكي، يعني شو ما يحاولوا يلحقوا ما راح يلحقوا ان شاء الله. قبل الكل وغير الكل، غير الكل هلا راح تشوفوا. وانا راح اضيف شغله كمان، عابدين حبيب الكل. الله هاي جديده على السلوجن، حبيتها. عابدين حبيب الكل. طبعا هالعروض راح تصل لغايه 70%، بس اكيد في ان احنا عروض من 50 40 30، لكن لغايه 70% على بعض المنتجات. هلا غير الكل انه عادة الناس تعمل على 50% كم من آيتم، وباقي الأصناف بتكون 10%. إحنا معظم المحل 50%، يعني النسبة الأكبر من الخصم 50% اللي موجود بالمحل. نبلش معهم لأنه كثير العروض. قبل ما نبلش، وبدك تعطينا اليوم هدايا على صفحاتنا الموجودة. يلا. بما إنه أكثر العروض 50%، خمس هدايا بقيمة 50 دينار. يا سلام. يا سلام. خليكم معنا كرما لا أمرا، سووا لنا شير ولايك لصفحة عابدين هوم سنتر، هالصفحة المفيدة جدا اللي بتستفيدوا منها. وبنحكي بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله، قبل الكل وغير الكل، عابدين حبيب الكل. هاي جديدة، هاي ممتازة. يلا تفضلوا معنا. أول إشي بدنا نبلش لهم هنا هيك بس جولة سريعة. هاي هنا طبعا هذه عروض الأوتانتيك اللي هي وكالة حصرية موجودة عندنا. حلو. في عندنا طقم الشاي هذا اللي هو 6 استكانات شاي مع 6. لحظة استكانات. لحظة، بدنا نشوف يا عبد. شوفوا لي هالبضاعة جد الفخمة من عابدين هوم سنتر المميزين. طقم شاي. استكانات مع بريق مع سكرية مع 6 صحون. يا سلام. 25 دينار عليه 50% صار 12 دينار ونص. في منه هاي النقشة. هاي وفي عندنا النقش الكوفي كمان نفس الشيء. تعال والله خلينا نفديها للناس النقشات الحلوه هاي الموجوده كمان. ما شاء الله، اذا عروض بتبدا من 50 نقول احنا ولا اقل؟ من 15 ل 70. من 15 لغايه 70%. هاي الحمله لغايه 5/11، يعني معكم تقريبا اسبوع وشيء. لحقوا حالكم على هالعروض الجميله. وعلى فكرة عابدين دائما عندهم عروضهم حقيقية، مش عروض بس انه نعلن عنها باللايف. رح يجوا يشوفوا. في عندنا هاي الصواني طبعا سعرها 20 دينار عليها خصم 30% صارت 14 دينار. انا بحب افرجي الناس يا عبد بعد اذنك، عن جد صينية حلوة. بتعرف هاي بدك يمكن اخذ واحدة للتلفزيون للعرض. صحيح، يوم السبت في حلقة برعاية عابدين، كمان تابعونا الساعة 11 في قناة رؤيا، راح أفرجيكم شوية أغراض حلوة ومرتبة. إذا قبل الكل وغير الكل وحبيب الكل. في عنا صينية الأكريليك هاي سعرها 20 دينار وعليها خصم 40% بتصفي 12 دينار. أوكي. يعني عروض كلها حقيقية موجودة. في عنا الدلات سعرهم 24 وعليهم خصم 50%. أنت عادة بتسوي لي شغلة هيك. إيش؟ كل نطلع لايف يعني إذا في حواليك. إذا في حواليك شغلة في عنا طبعا فناجين الهارموني. تعال خلينا نشوف. تعالوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في عندنا هدول كانوا 25 صاروا 12. هي طبعا اللي اطقم الشاي صح، هاي بريك شاي والسكريه او الحليب مع كاسات فخمه. ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا لي محلى هالنقشه هذه عشان العين. شوفوا طلعوا
ما شاء الله ما شاء الله. في طقم الكيك هذا طبعا عليه 50%، سعره 30 دينار صار 15 دينار. حلو، هذا كله اوتنتك طبعا. اوتنتك على فكره ماركه حصريا فقط في عابدين، يعني ما بتلاقوها في مكان اخر. خلينا نورجيهم شيء من عروض ال 70%. شو هاي؟ في عندنا التيبل السايد لامب هذا سعره 15 دينار عليه خصم 70%، بصفي 4 دنانير ونص. طبعا ال اي دي كامل يا زلمه، والله يا بلاش والله يا بلاش. اذا سايد لامب لغرف الضيوف للقعدات، حتى فيك تحطوه في المطبخ، انا كوني بهتم في المطبخ. بتحطوه في المطبخ والامور بتكون طيبه. اذا خليكم معانا على اللايف، في خمس هدايا بعد شوي وفي مفاجآت كثيرة من عابدين هوم سنتر. بلو فرايدي مش وايت ولا بلاك فرايدي. في عندنا هون ما شاء الله تقريبا عليه 50%. تحف تحف يا عبد، تحف 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 تحف، شوفوا لي التحف. اقول لك لا تستعملوا القهوة، حطوا بقط الضيوف على الطاولة، ما بدك شيء عن جد. شوفوا لي هالفن ما شاء الله تبارك الله، شيء حلو. طبعا في الوان، في السيلفر والذهبي والنحاسي المعتق، ما شاء الله. لان هاي البضاعه التركي كمان كلها، هاي كلها عليها 50%، يعني اللي زي هيك سعره 30 صار 15، اللي زي هيك سعره 30 صار 15 دينار. في هيك مثلا سعره 22 ونص صار 11 وربع. تمام، خلينا نعطي هديه هسه. يلا نعطي هديه. كتبوا تعليقاتكم الان، سووا لنا كرما لا امرا شير ولايك لصفحه عابدين هوم سنتر. صفحه كثير، قد ايش صار فيها الصفحه صحيح؟ قد ايش صار الستيم؟ اكثر من انا خبيرها 500 520 يمكن. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. ايه بتزيد الحمد لله. احنا التارجت تبعنا نصل مليون امتى؟ قبل رمضان ان شاء الله باذن الله باذن الله. اذا حنعطيكم اول هديه بقيمه 50 دينار بمناسبة عروض البلو فرايدي، قبل الكل وغير الكل وعابدين حبيب الكل، هاي شعارنا بهالحملة اللي رح تستمر معكم لغاية 5/11، يعني اليوم 27 اليوم ولا 28؟ اليوم 28 28 27 هي من بكره، بس اليوم اللي بيجي خلص اليوم تعالوا قولوا اعمل شفنا ضل حكى لنا ماشي. يلا خلينا نربح الان اللي بيطلع الان رح يربح معنا هدية بقيمة 50 دينار مقدمة من عابدين هوم سنتر. ادهم سالم، اذا ادهم سالم ربحت معنا هديه بقيمه 50 دينار. بحب اذكركم انه عابدين هوم سنتر موجودين في السلط واربد وعمان، في عمان في منطقه بجبرين، الجسر فتح فيكم تروحوا لغاد، في بالسلط كمان بالسرو، وفي عندنا بخلده، وفي عندنا باربد، وفي عندنا كمان بشفا بدران. خمس فروع اللهم زد وبارك. طبعا بدي اذكركم جسر شارع القدس فتح، ما لكمش حجه، محل بياخذ العقل الفرع الرئيسي صح، وبدنا نطلع من وراي بعد اذنك. يلا خلينا نكمل يا عبد. بسم الله. هاي الفازات كامله، ايوه هاي الواجهه كامله. شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي 50%. ما شاء الله. شو يعني 50%؟ يعني هاي سعرها 8 دنانير صارت 4 دنانير. حلو اوكي. اللي زي هيك مثلا سعرها 10 صارت 5، اللي زي هيك الكبيرة الجامبو والله والله يا بلاش صارت 5 دنانير والله يا بلاش. كل هذا ورتين ورتين فيهم على طاولة المطبخ. يا سلام. طبعا في عندنا زي هيك شيء برضه حجمين، في الحجم الكبير 7 دنانير صارت 3 دنانير ونص، وفي عندنا الحجم الصغير سعره 5 دنانير صار دينارين ونص. ما شاء الله. منه هذا اللي عفوا 6 دنانير صار 3 دنانير، في منه حجمين. على فكرة حبايبي عابدين هوم سنتر عنده بضاعة له خاصة فيه، يعني حصريا ما بتلاقوها في أي مكان آخر، وبالتالي كثير فخم. أنا بدي أعطيك المايك تبعي مشان الناس تسمع صوتك كمان، صوتك الحلو. الله يخليك يا عبد. تفضل عبد. ها وهيو صار شغال، هذا بعد إذنك بدنا نشيله. مو تعطيني إياه بعينك الله. إذا حبايبنا خليكم معنا على اللايف، هاللايف الجميل اللطيف صباحية. يا رب تكون سعيدة ومباركة عليكم. احنا هون في عابدين هوم سنتر في منطقة خلدة، في عروض طبعا البلو فرايدي موجودة وشغالة لغاية 5/11 من 15 إلى 70% تنزيلات حقيقية وعروض حقيقية من السيد الأبو نادر. نكمل معه. يلا الصوت تمام. الصوت هون تمام، عندي صار تمام عندي هون. اوكي في هدول الصواني عندنا. آه. اللي زي هيك سعرها 16 دينار ونص.
حلو. ركز على الايتمز. هاي شو عليها عروض؟ عليها 50%. هاي صار النص، النص يعني النص. في اللي زي هيك الله يا رحمة بذكر الله، الله اكبر. سعره 16 دينار صار 8 دنانير. جميل. اوكي. جميل. عبد هاي مش صينية، هاي هاي تحفة. يا سلام. هاي تحفة فنية. سعرها 23 دينار صارت 11 دينار ونص. هاي إذا 50%. تمام. في هدول الصواني هون، هذا الطقم سعره 20 دينار، المراي تركي طبعا سعره 20 دينار. حلو. 10 دنانير. لحظة، أنت مش شغال عندك شكله؟ ولا واحد شغال. لا مفروض يكون في واحد منهم شغال. تمام. 20 دينار صار 10 دنانير. حلو. اوكي. هلا في نيجي على هدول الصواني، نحكي هاي الصواني حلوه اللي هي مودرن نحكي، واكثر شيء عليها طلب. هاي سعرها قديش عندك؟ هاي الحجم الكبير سعرها 12 دينار. قديش صارت؟ صارت 6 دنانير. انت خلص يعني لما تمسك الصواني مباشره اقسم على 2. تمام. اقسم على 2 بتكون امورك طيبه. سعرها 10 دنانير صاروا 5 دنانير. ما شاء الله. اوكي. في عندنا الصواني هاي سعرها 8 دنانير صارت 4 دنانير. حلو حلو. اوكي. في عندنا هاي الاشكال اللي هون كمان حجم كبير 12 دينار صار 6 دنانير. هاي الاشكال 10 دنانير صارت 8 دنانير. اللي هون برضه 10 دنانير صار 5 دنانير. طيب في عندنا اللي هيك هذول سعرهم 17 دينار صاروا 13 دنانير. الايتمز اللي هون يعني عروض حقيقية 100% في عابدين هوم سنتر بمناسبة الحملة اللي عاملينها من 15% ل 70% في تنزيلات حقيقية جدا. هاي سعرها 25 دينار. قديش بتصفي شيف؟ 12 ونص على طول 50%. ما فيها مزح عند عبد، ما في مزح. 18 دينار بتصفي 9 دينار. 9. في عندنا هدول 28 بتصفي 14 على طول. هذا طقم الصحف عليه عرض 10 دينار. اذا كان 20 معناته. هلا هذا كان 15 دينار صار 10. هون كانوا كله 50%، هون 50%، هون 50%. عشان نورجيهم الاكثر. لحقوا حالكم ل 5/11 فقط. هذه العروض الحقيقيه عند ابو نادر في عابدين هوم سنتر، المكان اللي انا كثير بحبه. واحنا بنحبك اكثر. يوم السبت في حلقه برعايه عابدين هوم سنتر، تابعونا كمان ضمن مطبخ رؤيا. في هذا سعره 25 دينار بصف 12 ونص. 50% هون 50%. هذا 22 دينار بصف 11 وربع. في هذا سعره 20 دينار صار 10 دنانير. لحظة بدنا نفرجيهم اياه. شوفوا لي هالطقم 9 دنانير و95 الفخامة. شوفوا لي الفخامة انتو هون. شوف يا عبد يا سلام. طلع يا سلام. ما شاء الله تبارك الله. اشي حلاوة. في عنا هدول سعرهم 10 دنانير صاروا 5 دنانير. اذا 50%. 50% زي هيك 11 دينار صار 5 ونص، 12 دينار صار 6 دنانير. حلو حلو حلو. 10 دنانير ونص صار 5 وربع. في الصواني اللي هون 12 دينار صارت 6 دنانير. في سؤال عندي. ضل عندك خلى الفرامات اليو اس بي؟ هلا رح تشوف فرامات. اذا في مفاجآت يعني بعد شوي ان شاء الله. تعالوا خلينا نشوف مع عبد هالعروض. طقم الشاف مع 4 كاسات 3 دنانير ونص. حلو. عليه عرض. وفي عندنا هذا الطقم مع 6 كاسات 3 دنانير و95. جميل جدا. عندنا بالنسبه لهدول طقم الكاسات 8 دنانير صار 4 دنانير. في عندنا هذا 7 دنانير صار 3 دنانير ونص. في عندنا الطقم هذا برضه عليه 50% يعني سعره 6 صار 3 دنانير. في هذا سعره 3 دنانير صار. كيف حافظ كل الارقام هاي يا عبد؟ عبد عن جد يعني كيف حفظهم كلهم مع بعض؟ الله يعطيك العافية يا عبد. طبعا حبايبنا موظفين عابدين هوم سنتر ودودين ولطيفين جدا، جاهزين باستقبالكم، بيساعدوكم، بفرجوكم العروض اللي شفتوها باللايف. تعالوا وشوفوا وانبسطوا. بدنا بس نحكي لهم شيء انه بدهم يتحملونا بالضغط، يعني بده يجي بده يكون عارف انه احنا كلنا بخدمتهم، بس راح يكون في ضغط فبدهم يكونوا شوي متحملين. والله الطف من موظفين عابدين هوم سنتر انا عيني ما رأت. وبتبع مع تحدي يا عبد. في عندنا هاي الصواني. تعالوا خلينا نشوف. صارت 6 6 وهذا 12 صار 6 دنانير. 6 دنانير. هلا هذا باكيت الفوين. شوف انا فاجيني اياه. 12 دينار. حلو. سله مع باكيت فوين. والله ثقيل ثقيل يا عبد. طبعا وشيء يعني نيو كوليكشن.
طبعا هاي الاشياء اللي عليها سيل مينيو سامعين سامعين سعره 27 دينار صار 13 دينار ونص الست كامل مش هاي لحالها يا بلاش اوكي شغلات جدا ثقيله طبقين تركي 20 دينار صارت 10 دنانير في عندنا مضايف زي هيك 16 دينار صارت 8 دنانير ولا صغيره نفس الاشي والله حلوه والله حلوه عن جد ايش فخم نكمل معهم ايوه هون عاد طعم الصواني هذا 20 دينار صار 10 دنانير 10 دنانير والله تنزيلات رهيبه يا عبد عامل يعني عن جد يعني ما شاء الله عشان يعرفوا انه احنا لما بدنا نتميز بالايتم نتميز لما بدنا نتميز بالسعر لما حكينا احنا قبل الكل وغير الكل وعابدين حبيب الكل ها يلا شدت حيل صحون دملاج اوكي خط ذهبي 10 دنانير صاروا 6 دنانير 40% فنجين السادة حلو دينارين صاروا دينار و40 قرش وانا وين حصتي انا وين حصتي هسه وصلنا دلال احنا بدلال اه عندنا هاي الدلة الايفوري اوكي بالله فرجيني يا عبد خلنا نشوف بدنا نفرجي الناس انا بدي اورجيك دلة ثانية طيب يلا هات فرجيني يا عبد فرجيني سعرها 3 دنير و95 يا بلاش في عندنا هاي الدلات هون سعرهم صار 4 دنير و95 يا بلاش تمام في عندنا هاي الدلة من اوتانتيك يا سلام سعرها في حجمين تعالوا 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 عليها خصم 50% شوفولي شوفولي من جوا شوفوا شوفوا بتصفي 12 دينار يا عيني يا عيني تمام صارت 12 هاي صارت 12 بس هلا راح اورجيهم الدلة اللي بدنا ايوه عندنا دلة الشميل وهذا اللون يا عمي هاي هاي دلة الشيوخ هاي سعرها 25 دينار شوفولي هالدلة 15 دينار ان شاء الله والله شي فخامه في عندنا هاي الدلة هذول اللون هذا اللون الاحمر من هذول 15 دينار و95 عليه عرض قد ايش صارت صار 15 حلو 25 دينار حلو صار 15 دينار و95 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تمام نكمل لهم هون تعالوا تعالوا حبايبنا والله مفاجآت صراحه انا صعقتني يعني على فكره عبد انت فاجأتني عبد فاجأتني بكميه العرض اللي انت عامله عن جد لسه ضايل اربع هدايا خليكم معنا على اللايف حبايبنا خليكم معنا على اللايف طعم الكاسات هذا اللي على ستة اوكي سعره 10 دنانير صار 4 دنانير و95 هذا اكثر من 50 هذا الحكي هذا 50% وفي اللي هناك كمان 50% اللي هو البريق الازاز الحراري الحجم الصغير كان 9 هذا التركي شاي تركي هذا بنحط فيه شاي وبتقلي الميه شمعات والله شايف الصغير 9.4 ونص الاكبر 11.5 صار 5.75 والاكبر شيء 6 والله سعره كثير كويس نيجي هون ايوه تعالوا 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 10 دنانير صار سعرهم 5 دنانير 50% على طول 50% لان هذول 10 دنانير صاروا 5 دنانير يعني المصنع اللي صنعهم كوستر من هيك حلو حلو في عندنا طقم الصواني هذا هذا حلو طقم الصواني في الصينيه هاي كانت 13 دينار صارت 6.5 إذن إذن 50% برضه 50% في طقم الصواني هذا حسسن حاسس زلمه كأنه هي هاي سيلفر بليتد وهاي جولد بليتد أوكي في هذا طقم الصواني على اثنين سعره 10 دنانير صار 5 دنانير خشب هذا فيه ميزة الكاسات ما بتزحلق عليه صح تسنيم؟ الكاسات ما بتزحلق عليه هاي اسألوني أنا البوكس هذا 6 دنانير صار 3 دنانير و 4 دنانير صار دينارين يا بلاش تمام في عنا هدول الكاسات تعال شوف الكاسات تعال شوفوا 6 دنانير و95 12 كاسة 12 كاسة شوفوا 12 كاسة 12 كاسة 12 كاسة شايفين سكنات مع سكين شيل مرتب تعالوا تعالوا استنى استنى يا عبد دبرج الناس البضاعة يا عبد استنى يا عبد شوف الكاسات محلاها هاي عن جد كاسات حلوة هاي عبد هاي كاسات كثير حلوة عن جد شوف احلاها مسكتها يعني الواحد بيقدر انه يسيطر عليها هاي هاي بالذات كله حلو كله اكثر من 30 موديل اوه ما شاء الله ما شاء الله فرجيني يا عبد ايش هذول اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله عدة اشكال تركيه قاعده كريستال سعرهم 15 دينار صاروا 7 دنانير 50% 50% على طول سهل عليهم بالحسبه فعملنا لهم يعني اغلب الاصناف اطلعوا لي على المنظر والله بس هون في زهور اصطناعيه لزينه البيوت هذه في اشي فيها خصومات هون ولا ما في؟ هذا الورد اللي هون القواوير كلها عليها 50% يا سلام بعدين احنا في ميز شايف المنسق من لبس بلوزه على لون التنسيق البشري والله شايف ايوه شوفوا لي هيو اللي عم بنسق لابس ابيض يا رب يكون نهاركم كله ابيض وقلبكم ابيض يا رب عن جد هون اشي حلو كثير طبعا عندنا هون
كستمايز حسب الزبون ايش بده التنسيقه بيختاروا عندنا ملمس طبيعي. طب لحظه 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 انتوا بتطلع على الورد قاعدين بس انتوا ما شاء الله ما شاء الله تطلعوا لي على هاي. انت قبل ما نحكي على الورد ايش هاي معلمنا؟ هاي فازه وصلتنا اول امبارح او هي شمعدان طويل ما شاء الله بدون تنسيقها. هاي زبوني اخذتها ونسقت فيها. حجمين هي 50 دينار الكبيره. هاي الكبيره صاعز هاو الاصغر منها 5 يا جماعه يا جماعه تقدر تحطوا فيها هاي تقدر تحطوا فيها الاول. استنى استنى يا عبد يا جماعه ثقيله ثقيله يعني مش بس والله من جوا ما شاء الله. شفت عند الوالد؟ لا ما انا مريت على فرع شارع القدس اللي فتح الشارع الجديد محل بجنن سكان مقبلين روحوا له. العروض غاد كمان شغاله. اذا العروض بكل محلاتنا في اربد في السلط وفي عمان عم نستناكم. تعالوا لخمسة 11 قبل الكل وغير الكل وعبدين حبيب الكل. واحنا عندنا بلو فرايدي بلو فرايدي اللي يعني الجمعه الزرقاء لانه شعارنا احنا ازرق. هيها كمان جرافيت ازرق يلا عشان يعرفوا احنا عبدين الازرق. ايوه هاد الورد طبعا 6 دنانير صار 3 دنانير. اذا هذه عليها خصومات. هاي 50% بالاضافه لعروق الورد هاي كلها عليها 15%. جميل تمام جميل. هاي احنا اخذنا سامحنا اسمها يا عز شو اسمها يا صحيح؟ هاي سبل اللافندر. اوكي اللافندر هاي سعرها 3 دنانير و75 خصم 50%. هاي صعب حسبتها تطلع دينار 62. انا شامم ريحه سفاج. هاي من ريحه من عطري هاي. تعالوا تعالوا والله اليوم شكله ابو العبد يعني عامل لنا مفاجآت قويه جدا صراحه. هذول طبعا برضه 50% يعني هذا سعره 5 دنانير صار دينارين ونص. هذا 6.5 صار 3.25. وهيك في عندنا هاد طبعا حبل الاناره. ايوه هذا شوف يعني قلوب الحب ان شاء الله كل اي ابد يا زلمه خلص دينارين ونص. كل ايامكم حب ان شاء الله وتضلكم مرتاحين ومرتاح بالكم. في كمان موديل بدينار شغلات طيب والله ممتاز. ها سمعتوا؟ ها خلص عليه خصم صار هسه. تعالوا تعالوا. السلام عليكم. اوكي. ما شاء الله ما شاء الله. اوكي. خلينا نمشي فيهم. والله شغلات حلوة. شوفوا لي تقوم القهوة. ليش يا عبد هذا جديد؟ انتم جديد لنق هذا الحكي. يا عيني. شوفوا لي المنظر محلاه. عن جد شيء فخامة شيء فخامة عن جد. 14 دينار بصفي 7 دنانير. حلو حلو. في هذا 11 دينار ونص على طول. هذا 50 في 5 و75 50. اوكي في عدة اشكال. هيو طلعوا. ها 14 كان صار 7 على طول. حلو أوكي. حلو. في هون هذا 12 دينار صار 6 على طول. بالاضافه لهذا الكريستال كان يعني هذا شمعدانه سعرها 5 دنانير صارت دينارين ونص. والله شيء فخم هيك. هذا 5.5 ثقيل يا جماعه ثقيل منيح ما شاء الله. تمام. في عندنا هذا 3.5 صار دينار و75. 5 دنانير صار دينارين على طول 50%. في اللي وراك قمت الكيك هذا. هذا كان سعره 15 دينار نزلنا عليه اوفر 11 دينار ونص. يعني عبد بنقدر نقول الطابق الاول الطابق الاول اللي غالب عليه 50%. اذا اخواني الطابق الاول تحديدا اللي غالب عليه 50% هالحمله راح تظل معانا ل 5/11. لحقوا حالكم واغتنموا البلو فرايدي من عابدين هوم سنتر. بنرحب فيكم اللي عم موجودين على صفحاتنا. ربحنا هديه صدر لنا 4 هدايا. خليكم معنا على اللايف. يا عبد طيب في هذا طقم الكيك حكينا هذا حلو هذا تراينجل مثلثات كله بتعرف هذا 100 للبيتزا كمان مضبوط؟ اه ماله. في عندنا هذول طبعا الجطار كلهم عليهم 50% يعني هذا سعره 3 دنانير صار دينار على طول دينار ونص. سعره دينارين ونص صار دينار وربع. هون دينارين ونص صار دينار وربع. حلو. هاي دينار وربع صارت 67 قرش يعني اسعار مزيه. هذا بتعرف يا عبد انشدت هذه هذه انشدت حالها شوي بتصير ببلاش بعد شوي. 67 قرش حلو حلو حلو. هاي الاستكانة. اذا حبايبنا اقسم بالله بتجنن. هاي هذه كان الطقم. تعالوا تعالوا تركي طبعا. ما هو بدي افرجيهم من جوا كيف يا عبد كمان انا يعني لازم افرج الناس كمان بعد اذنك يا عبد. شوفوا لي شوفوا لي طلعوا شوف صحن بشباش تركي. ايش هو هذا؟ بشباش يا سلام. شوفوا لي البشباش طلعوا عن جد شيء حلو. 8 دنانير عن جد برضه صار 4 دنانير عليه 50% والله يا بلاش. في عندنا هذه
طقم الشاي سعره 8. بقدر ارن على ام عون هسه تيجي؟ ام عون اذا بتسمعيني على اللايف بكره عندك عزيمه صح؟ تعالي تعالي في عندنا هدول طقم فناجين على 12 ما شاء الله، 12 فنجان و12 صحن مش 6 و6 كان 12. كان 14 صار 6 دنانير 95. وين راحوا الشباب؟ عرض غاد وين راحوا الشباب؟ طلعوا لي صاروا 7 دنانير 7 12 فنجان والله انه شيء فخام عن جد، شيء مرتب شيء مرتب تمام. ما شاء الله ما شاء الله هون طقم الفناجين هذا هذول هذا مش اوتنتيك هذا؟ لا زي الاوتنتيك هذا بس الثاني الاوتنتيك هناك كان. على فكره اخواني في عده ماركات في عبدين هوم سنتر هي حصريا موجوده فقط عند عبد او عند عبدين هوم سنتر، مش موجوده محل اخر اكيد. ومنهم جوليا، منهم جوليا، جوليا هاي هذه برايفت ليبل لك هاي. تعالوا تعالوا خلينا نشوف. سعرهم 10 دنانير طبعا وين مكان حلو، سعرهم 4 دنانير و95. شوف يعني احنا الشيلف برايس نفسه 50% مش والله والله رفعنا نزل. لا 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 ابدا هي موجود 10 دنانير صار 5 دنانير. على فكره زباينك اللي بيجوا باستمرار عارفين انه في عروض حقيقيه وخصومات حقيقيه. زي هذا مع صينية 6 فناجين وبكرج مع 6 صحون وصينية هي 10 دنانير اخواني. هاي البكرج، هاي البكرج اخواني، هاي البكرج والله بكرج حلو لحاله حقه 5 والله العظيم عن جد يا زلمة عن جد يعني. وفي منه فناجين على 12 مع 12 صحن برضه ب 4 دنانير و95. انا بحب افرج الناس لانه البضاعة بتكون حلوة هي معروضة بس لما يشوفوها على أرض الواقع غير. في زي هيك فناجين نورجيهم برضو سعرهم 10 دنانير صار 5 دنانير. هذول التايجر، تايجر. وفي تايجر هيرمز كمان برضو 10 دنانير صار لعشاق الألوان هاي وبعرف أنهم كثر. هاي فناجين يعني صارت كانت ب 12 صارت ب 6 دنانير كثير فخمة وفي ناس في لها مزاج ومراق في الألوان سبحان الله. كمان 3 دنانير صار لحظة لحظة هاي احنا كان مكتوب 12 هذا صاروا 6 صار 6 3 دنانير لانه هذول اصلا كان عليهم هاي صارت 75% لا ما احنا خلص الاوفر اللي موجود صح زدنا عليه يلا اذا صار اوفر فوق الاوفر 3 دنانير حلو. احنا هون هذول الفناجين كله 50% 10 دنانير صار خمسات خمسات هون في هذا 12 دينار صار هذا حلو هذا حلو. في عندنا هذا الطقم الفناجين اوكي اللي هو مستورد خصيصا لنا لعبدين سعره 7 دنانير صار 3 دنانير ونص الستة. استنى استنى يا عبد عبد شوفوا لما تيجي عندك حماتك الصبح تحطي لها فنجان القهوة هون تحطي لها قطعتين بيوتي فور هون وبترضى عليكي على طول صح يا عبد؟ 100% صح؟ يا سلام شو بدك احسن من هيك؟ بالضبط صح ولا لا؟ إذا قدرك كمل هون وشوف هذا طبعا فنجان كثير حلو هذا كثير حلو خصوصا لعابدين هيو هيو سعره هذا عابدين بكل بيت موجودين لون أيوة. لونين ثلاثة أربعة حلو بيجي هيك وعليه الصحن يا سلام 7 دنانير وصفي 3 ونص حلو حلو نمشي هون يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني بصفوا 5 دنانير برضه طلعوا 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 شوفوا ما شاء الله بضاعة ثقيلة بضاعة فخمة يعني لو عليها عروض لا تفكروها انها بضاعة والله مش قوية بضاعة فخامة ان شاء الله والله مين كيف الناس تعمل عرض وكيف لما احنا نعمل عرض هذا حلو كمان هاي اللي تقومي بتجنن يا اخوان الاسبريسو للناس تعرف يجي 6 فناجين مع 6 اصفر لا لا تحطش اصفر مثلا انتو لونه اصفر مع الاخضر بصير للناس اللي يحبوا السرعات ها مش ضروري يكون نفس اللون خمسة بصفي دينارين ونص تمزح والله دينار ونص بس يعني هذا ما شاء الله ما شاء الله 9 دنانير ونص بصفي 4.75 6 استكانات شاي مع 6 فناجين سادة مع 6 صحون 4 دنانير 75 بالله يا شباب فرجونا فرجونا هاي هذا طبعا كوليكشن نزار عليه خصم هالفخامة شوفوا لي هالفخامة ما شاء الله ما شاء الله في هدول دون كوليكشن برضو وكالة خاصة فينا سعرهم 12 دينار صاروا 8 دنانير و40 عليهم 30% مضيفة الطبقين سعرهم 10 دنانير صارت 7 دنانير وفي عندنا هاي المضيفة 9 دنانير صارت 4 دنانير ونص إذا الطابق الأول الغالب عليه بالعروض هو 50% خصومات
وكمان ابو نادر عمل خصومات فوق 50% على بعض المنتجات. وهاي الحمله لغايه 5/11 لغايه 5/11 اعتبارا هو مفروض من بكره، بس ابو نادر انا جيت اليوم قال لي اعتبرها من اليوم خلي لي اياك، فاعتبارا من هذا اليوم حتى مساء 5/11 قبل الكل وغير الكل وعابدين حبيب الكل، وعندنا البلو فرايدي لغايه من 15% ل 70% عروض. ربحنا هديه ضايل الاربعه، بدك تربح الثاني ولا شو وضعك؟ نخلص هون على الطابق اللي فوق. يلا ضايل هذه في عندنا هذا طقم الجورليكس الفرنسي سعره 50 دينار عليه اوفر 30، اليوم كمان عليه اوفر 25 دينار، في منه عده الوان حلو. اوكي هذا الطقم بيجي 44 قطعه يا بلاش، صحون وزبادي وكامل. في عندنا هون طقم الكيك سعره 12 دينار بيجي 6 صحون مع صحن كبير سعره صار 6 دنانير، وعندنا طقم الكيك هذا المرخم سعره 10 دنانير صار 5 دنانير. نيجي على طقم السفرة ال 24 قطعة ب 6 ب 6 ب 6 ب 6 لحظة 25. لحظة ستات بأربعة 24 قطعة كان سعره 25 دينار قديش صار؟ 20 وهلا عليه اوفر 15 دينار، إذا أكثر من 50 صار علميا. اذا بدنا نبدا ب 25 يعني تقريبا 40% 40 اوكي. لا اسمع انا بكره بالحساب مبعضه بالحساب انا لمعلوماتك انا من حساب مبعضه. موديلات ثانيه برضه زي هيك كان 22 صار 17 دينار و55 الحقونا نطلع الطابق الثاني ونشوف مفاجات عابدين هوم سنتر المستمره. انا بس بدي اورجيهم خبرجيهم تعالوا تعالوا السفره هلا بنورجيهم اياها. هاد هناك عليه 50% اوكي اوكي هون في هذا حبيته الستاند انا 50% يعني 10 دنانير صار 5 دنانير 13 دينار صار 6 دنانير ونص. في ركوة القهوة هنا 5 دنانير صارت دينارين ونص، فنجان الشاي 14 صار 7. بذكرني فناجين زمان زمان للناس اللي بيحبوا الرومانسية والناس اللي بيحبوا ايام زمان، هي في فناجين بنكشة ايام زمان بس هم طبعا بقمة الجمال والحلاوة. تمام ما شاء الله نورجيهم. بس هنا الصوبة ايه كمان في صوبات كمان. لحظة 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 في صوبات في صوبة عليها اوفر فرجيني الصوبة شو كله 50% يعني 18.5 صار 9.25 18.5 صار 9.25 بس غير الصينية خلينا بس نكون مع الصينية. طول لي بالك يا ابو منادر يعني بتحكي على 50% انت كله 50% يا جماعة يا جماعة لحظة شوي مع الصينية ابو نادر انت اليوم شكلك مولع معك اليوم مولع معك اليوم شو فيه؟ ايش يعني ايش يعني افضل الاسعار؟ كل احترام ابو نادر لك كل احترام 27 مع الصينية 15.5 كله مع الصينية مع الصينية اخوان مع الصينية تعال شوفوا مع الصينية 2 4 6 فناجين وبريك فخم وصينية يا سلام 50% عليها هذا 50% وفي هذا 27 صار 13.5 برضه 50% في هذول الفناجين اللي هون 10 دنانير صاروا 5 دنانير 10 دنانير صاروا 5 دنانير خمسات هون خمسة. يلا هذا عليه عرض 6 دنانير كيفك؟ والله تنزيلات مرعبة عروض مرعبة هاي ما شاء الله. خليني شيء عن جد انا بصير راح استأذن دقيقتين بروح اصلي وارجع بهي راح اكمل معك هدول والدلال يعني بدك تصلي لحالك يعني انت دقيقتين بالضبط طيب ماشي اذا الجطاط عليهم 50% برضه ما شاء الله ما شاء الله 8 دنانير صفي ب 4 دنانير هو اصلا سعر عرض 8 دنانير وفوق هذا عملنا عليه 50%. طيب خلونا الان نربح الهديه الثانيه الموجوده معنا على اللايف ونطلع الطابق الثاني ونشوف شو في عندنا بالطابق الثاني. يلا اذا سووا منشن اعملوا لنا لايك صفحه عابدين هوم سنتر عابدين بكل بيت موجودين تعالوا معي على الطابق الثاني خلونا نشوف يلا نشوف شو في عروض كمان عندنا فوق. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله والله يعني اذا تنزيلات من 15 لغايه 70% صح؟ صحيح. هذا باكيتات البوين برضه هذول عليهم خصم 50% قديش كانوا سعرهم؟ 3 دنانير صفوا بدينار ونص الباكيت. حلو 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 خشب و الخشب من 3.5 لدينار و5 جميل جميل كيف حالك؟ شو اخبارك؟ الله يعطيك العافيه نور حبيبي. ثاني طبعا هون اللي موجوده اللي انا دائما بتشوفوها في مطبخ رؤيه بستخدمها كثير انا طبعا شيء فخامه وشيء ما شاء الله خشب طبيعي. هون خلينا نحكي عن الخصومات الموجوده هون عليه خصم 30% بكامل اصلا لا 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 لحظه 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 لحظه
30% على البضاعة هاي اللي هون البلي. 100% إن شاء الله. هاي لازم تزورونا بخمس فروع. شارع القدس بمقبلين، بالسلط بالسيرو، إربد موجودين، خلدة وشفا بدران. تعالوا وشوفوا هالروائع وهالبدائع، وكمان خصومات حقيقية من 15% ل 70%. يعني الطبق الثاني انتم بتعرفوه وبتعرفوا شو جواته. في عندنا هنا البلاستيكيات موجوده، المنظمات هذا اللي هو لاين البيرلو عليه خصم 70%. شوف شو هذا، حلو حلو حلو، جميل هذا. قديش كان قديش صار؟ 5.5 عليه خصم 70%، يعني بصفي تقريبا دينار ونص. يا بلاش، بصفي دينار و65 قرش. ما شاء الله، من 5.5 لدينار و65 قرش. طبعا الطبق الثاني هو البلاستيكات موجود فيه، يعني كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد. خلنا ما يشوفوا لي بس هيك نظرة، هيك شوفوا لي قديش في شغلات جميلة. اللي بيجي لهون على فكرة لازم بيحتار شو بدي أخذ عن جد، لأنه كل شيء مرتب. شوفوا لي هالحافظات للسكر، القهوة، الشاي، الرز، الفاصوليا، برضو عليهم خصم 50%. 50% ده يعني النص. هاي الكاندي ب 14 دينار بالصف ب 7 دنانير. حلو، كثير حلو. بدنا نشوفوا لي قديش الغطا فخم، طلعوا في ربر بسك، يعني تحطوا اي شيء وبتسكر 100%. في عندنا من اللون العسلي واللون الشفاف، حلو برضو عليهم خصم 50%. حلو طبعا، بالاضافه لمعدات المطبخ وسلال الغسيل. هذا مشاكل صحون عليه عرض. قديش صار بالله هذا؟ هذا هو طبعا اللي هو هذا صحون الومنيوم. قديش كان بالله؟ كان 17 دينار. اذا صار ب 10 دنانير. 10 دنانير. طيب نربح، نربحنا بنربح. اذا خلونا نربحكم هديه ثانيه، كتبوا تعليقاتكم الان. هالهديه راح تكون بقيمه 50 دينار. بدنا بعينك تفتح اللايف. افتح اللايف. خلينا نربحكم الان هديه، وضايل بذكوا لنا ضل ثلاث هدايا، كل هديه بقيمه 50 دينار. واحنا اليوم بزياره خاصه لفرعنا في خلدة، عم نشوف العروض الموجوده من 15 ل 70%. هالحمله هاي بتبدا اليوم وبتنتهي ب 5/11 من 15 ل 70%، وسميناها احنا البلو فرايدي. مالي معلق عندك، شو الوضع؟ اذا بنعد 1 2 و 3. اعطينا الاسم الان، اخر اسم بيطلع هدى. اذا هدى حمدي. السيدة هدى حمدي ربحتي معانا هدية بقيمة 50 دينار. ولسه في شيء على الطناجر فوق معلم؟ طبعا. طيب خلينا نعمل جولة سريعة بالطابق الثاني، وبعديها نطلع الطابق الثالث ونشوف ايش في. احكي لي، فرجيني. دينار بصفي بنص دينار. يا بلاش، عن جد حلوة الصواني هاي، طلعوا لي الصواني هاي بنصف دينار فقط لا غير، رائع. وفي عندك برضه هدول الباربيكيو. تعالوا تعالوا شوفوا لي. عرض من 10 دنانير ل 5 دنانير. هذا منقل صح؟ بالضبط. شوفوا لي المنقل، بدنا نفتحه ونخرب لكم اياه. هيو تعالوا. منقل حلو، بتركب تركيب صح؟ تركيبه سهل جدا. يعني ممتاز ممتاز. طبعا في ادوات كهربائيه صارت موجوده عند عابدين هوم سنتر، ومنها ماكينه شاورما تقدروا تسووا عليها الشاورما او تشوي دجاج. قديش كانت؟ 20 دينار لحد 62 دينار ونص صارت. اذا صارت 62 دينار ونص. وشوفوا لي مرتبها، وانا اتوقع شفتوها في قناه رؤيا، احنا عملنا عليها تجارب، عملنا عليها يومية دجاجه مشويه كثير فخمه، قزاز ضد النار، وطبعا فيها حراره وفيها كمان بتتحرك بتلف، يعني شيء كثير كثير فخم. تعالوا نشوف. في عندنا برضه الفرامات هذول السمك. 31.5 عليهم خصم 50%. حلو. تقريبا 16 دينار. جميل، اذا تشكيله من الادوات الكهربائيه الموجوده عند. تعالوا 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 يا جماعه، مين شاف الفيديو تبعت شو بتسموه انتم، فرامه ايش؟ فرامه اليدويه. لا لا لا، هاي فرامه ايش؟ شو اسمها؟ يو اس بي. افتحها افتحها عمي افتحها. هذه اسمعوا، هاي صارت عندي بالمطبخ جزء لا يتجزأ. تسنيم انت معي؟ هاي يعني اشي فخامه. قديش سعره؟ قديش صار سعرها؟ ولا في شغله تنزيلات هاي؟ هدول عليهم 15%. قديش كانوا؟
الواحدة معك اليو اس بي من 9 دنانير صارت عليها على 15%. كل قرش بندفع فيها والله حلال إلها والله. كثير ممتاز. طلعوا لي طلعوا لي فوكس فوكست بس تيجوا أيوه. أول ما تشتروها في هون بلاستيك تفتحوها هيك وبتحطوا الشاحن اللي بيجي معها. وين الشاحن؟ بدين الشاحن هي ها. امسك لي هاي امسك لي هاي عشان ترجعها. هاي شاحنها تشحنوها تشحنوها هاي بتشحن لحالها أوكي. وهاي شوفوا لي هالشفرات اللي جواتها ثلاث شفرات. هاي حتى إذا طلعتي رحلة رحت وين مكان على طول بصلة صغيرة شوية ثوم شوية جوز شوية لوز كله تمام. هاي عندي بالدار وكيفت عليها صراحة. طبعا هاي حصريا موجودة في عند عابدين هوم سنتر واسمها أو ماركة جوليا. طبعا في مجموعة كبيرة. طلعوا لي هاي طلعوا لي هاي روعة روعاتكم يا عابدين. طلعوا لي روعة هاي. في كمان بسم الله هاي إذا كنت مستعدك تسوي مفركة بدك تسوي إشي على طول طلعي بس بتحطي هيك تكبس عليها. شو الوضع أنا ولا هو؟ مش مشكلة أنا معاكم راح أظل يعني. شوف علي أنا بعد إذنك وبعرف إنه عبد مش هون بدي ربح وحدة هسا بدي ربح وحدة أو ثنتين وحدة على صفحتنا ووحدة على صفحة عابدين هوم سنتر جماعة عابدين وصفحتي. يلا إذا فرامي يو اس بي مقدم من عابدين هوم سنتر عدد 2 واحد هون وواحد هون وأنا يعني مش متفقين عليهم لكن بمون. بتمون طبعا. يسعد قلبك. إذا كثفوا تعليقاتكم الآن وخلينا نبدأ بصفحة عابدين هوم سنتر. طبعا تعالوا هذا كله حصريا عند عابدين نوع جوليا إشي فخامة فخامة فخامة. جاهز؟ جاهز. أعطينا أول اسم يلا. في عنا ألاء منصور. ألاء منصور فزتي معنا بيو اس بي ميكسر هو شبر مش ميكسر لكنه شيء مرتب. وجماعتنا اللي على صفحتنا يلا آخر تعليق الآن بدي اللي بيطلع الآن بدي أحكي واحد. خلينا نلبس النظارات والله ماني شايف صراحة يا جماعة صح؟ والله ماني شايف. يلا الآن واحد اللي بيطلع الآن هيا غادة غادة شف ما في صوت للبث ليش طيب؟ أكل حال أنت ربحتي هيك ها هيك ربحتي ها أنت ربحتي معنا. غريب أنا عاد صوتي شغال مفروض صح؟ طيب والله يا إخوان خبرونا عن الصوت شو الوضع لأنه أنا مفروض المايك شغال تبعي وكل شيء تمام هذا المفروض. طيب إذا تنزيلات بكل الطوابق وبلشنا تحت كان لغاية 50% هون في 15 في 50 وفي خمس كاسات دينار خمس كاسات بدينار. إذا لازم تزوروا الطابق الثاني وخلينا نطلع الطابق الثالث الآن نشوف الطناجر في فوق مفاجآت. ايش عندك؟ في مفاجآت طبعا كل الطناجر عليها. الحقوني الحقوني يعني طبعا انا بحكي لهم لازم تزوروا يعني شوفوا 10% هاي تنزيلات حقيقيه. عبد ربحنا ثنتين على الهواء بعد اذنك يعني بمون صح؟ ما طولت. تقبل الله تقبل الله. وين وصلتوا هون؟ يعني عملنا جوله حكينا عن مشكلة حكيت عن الفرامي هاي لا لسه هاي سعرها 8 دنانير عليها خصم 50% أربعة إذا حكينا عن الموضوع حكينا عنهم عبد هاي شوفوا هاي قلت لهم أنا عملتها في التلفزيون هاي يمكن تشوفوها من هون أكثر تشوفوا هاي بتشوي دجاج بتعمل في شاورما يعني هاي الصورة وبتتحرك وبتلف إشي فخامة شايفين هيا جماعتي اللي عندي على اللايف والله تأكد لي الصوت عندي واضح شو بيحكوا الناس اللي متابعين معنا على اللايف لانه انا بتوقع صوتي ممتاز وجماعتنا كمان على عابدين حي الله فيكم جاوبوك شيء ما جاوبوا
هلا هيك في صوت تمام، اتوقع انه هيك يرجع الصوت شيء والله. هاي اتوقع في ناس عم يحضرون هون حد جاوب عندنا كيف صوت يا اخوان؟ ممتاز عظيم جدا. هون في صوت تمام يعني احنا هون. هلا رجع الصوت. تعالوا خلينا نطلع طب من هاي الزون عشان يرجع. تعالوا شوفوا هون. طيب نطلع من هون عشان في هذا السطل المسيحي التركي عليه اوفر 4 دنانير و95 تمام. في عندنا هون حكيت عن هدول حكينا. هاي الصواني بسعرها دينار نص دينار صار عندنا مشاكل وبرضه حكينا عنه كمان اكيد. هلا صار مشكورا يعني 4 دنانير و95 حكينا عن الالبيرلو اللي هناك لسه ما برضه حكينا ايوه 70% 100% تنزيلات حقيقيه في عابدين هوم سنتر في خمس فروعه طبعا 30% 15% 15 حكينا 30 يعني والله هاي مفاجاه كانت من وزن ثقيل صراحه لانه بيلي برضه كمان فقط لعابدين. تعالوا تعالوا كلها خصم 50% يعني هاي دينارين صارت دينار طبعا. هي شايف كيف مع اجار كلها والله شيء مرتب. هاي كبيره للبشاكير 3.5 صارت دينار و75 تمام الصوت. طيب اكل حل عم بسمع من عندي بسمع من عندي. في عندنا هاي سعرها 12 دينار صارت 6 دنانير. مقال هوائيه ما عندك معلم؟ مقلى هواء راح يوصلنا يوم لانه يعني برضه راح يكون عليه 50%. سمعته 50% على مقال الهواء يعني 10 دنانير بتصفي 5 دنانير. حلو برضه بالاضافه لكل البلاستيكيات يعني حكينا هون البيرلو عليه 70% البيلي راح يكون عليه 30%. في هناك كمان في عندنا التي بوكس هذا ورجيهم اياه. فرجينا التي بوكس تركي سعره 5 دنانير عليه خصم 50% بصفي دينارين ونص. والله فخامه والله شيء حلو. طيب احنا شفنا الطابق الثاني الان بدنا نطلع الطابق الثالث واكيد ابو نادر اكيد انا متاكد انه عاملنا مفاجاه فوق شيء. تعالوا خلينا نطلع الطابق الثالث ونفرجيكم شو ممكن يكون عندنا في الطناجر. بتوقع انه ما نطلع يعني ببلاش. انا هيك حاسس. تدبرت حالك وصليت يا ابو نادر وسلكت حالك. يلا نرجع. اذا تعالوا معنا خلينا نطلع الطابق الثالث حتى نشوف ايش فيه وقديش كميه العروض. شفنا حكينا عنه طبعا بالاضافه لتشكيله الساعات. ابو نادر حكينا. اذا الطابق الثالث هو اكثر طابق انا بحبه بعد الطابق الاول والثاني. شفت الجديده هاي؟ ابو نادر شفت هاي؟ بقول لهم الطابق الثالث اكثر طابق بحبه بعد الاول والثاني. لانه ليش؟ طابق الطناجر ما شاء الله ما شاء الله. بلش من الزاويه ابو نادر قبل الزاويه. الطناجر شو وضعها عندك؟ هلا بتشوف. بدي تفاجئني ابو نادر ولا شوف احسن؟ بدنا نشوف ونحكي طبعا. تعالوا يلا ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا لي تشكيله هالطناجر من طناجر جوليا لا طناجر يعني اشي فخامة. راح نبلش بايش؟ بالسافلون. السافلون بشكل عام طناجر السافلون الفرد ماشي. ايش يعني فرد؟ يعني تنباع كل اشي لحاله. بدكو سرير السافلون بالقطعة قريب من وجهك. بدكو طنجرة مقلوبة فيه. بدكو طنجرة بلون معين فيه. بدكو صينية فيه. صاجية عندنا 26 سنتي عندنا هون ال 22 وال 18 هذول عليهم خصم 40% يعني طلعوا لي هون 40% خصم على طناجر السافلون الفرد. الله الله. يعني الطنجره الصغيره اللي بيحكي لنا دائما السافلون غالي او ما بيقدر يشتري سافلون لارتفاع. استنى ابو نادر خليني اعيش اللحظه. ابو نادر اعيش اللحظه. 40% خصم على طناجر السافلون ومعدات السافلون اللي بتنباع بالفرط بالقطعه لغاية 40%. بالعكس ابو نادر خلي السواد يطلع. احلى اشي. هاي 23 دينار سعر الطنجرة 18 سنتي صارت 11 دينار ونص. سعر الطنجرة ال 22 سنتي 25 او 26 صارت 13 دينار
وسعر الطنجرة 26 سنتي 32 صارت 16 دينار. إذا وسعر الطنجرة 30 سنتي 43 دينار صارت 21 دينار ونص. عنا إذا أنت ما تقول الطنجرة الكبيرة يا جماعة هاي بتسوي مقلوبة لعشر أشخاص يمكن أكثر. احكي لهم عن السماكة طبعا. تعالوا 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 معي. أول شيء شوفوا لي التوزيع الحراري بطناجر السافلون. 1 2 3 4 5 طبعا كثير بوزع حرارة وبالتالي بتصل حرارة كل الطنجرة. السماكة نصف سنتي طلعوا نصف سنتي. 5 طبقات جرانيت اشي فخامة. كفالة قديش يا ابو نادر؟ يعني نحكي 10 سنين. خلينا نشوف يا ابو نادر. ها يلا طنجرة ما بصير فيها اشي. بس اسمعوا ما تجيبوا لي ملعقة حديد وتصيروا تحركوا لي فيها وتقول لي والله يا شيف راح لا بس بزعل منكم. طبعا في عندنا الطنجرة الصينية ال 41 سنتي مع ايدين تدخل فرن طبعا. والله سعرها 30 دينار صارت 21 دينار. بس خلينا اكمل لهم ابو نادر. كمل. عندنا هون طبعا من الستانلس ستيل الهيفي ديوتي غطاء رائع ومميز جدا ومحكم الاغلاق 100%. هذا لون في اللون الزهري وفي اللون الخمري وفي اسود. حلو الوان جميله. بالنسبه لطناجر وصينيه المقلوب قد لسه بلا صاروا عندنا كبير ووسط وصغير 4 احجام في حجم جديد ما كان عليه عرض نزلنا. اذا خصم 50% يعني عطناجر او صواني المقلوبه 39 دينار صارت 19. والله والله خلينا نفرجيهم. تعال ابو نادر. اذا كانت هيو شوفوا الارقام وين كانت وين صارت. تنزيلات حقيقيه خلال اسبوع واحد يعني بعد الاسبوع حترجع الاسعار زي ما هي هيك المفروض. لا بس انت كريم راح تخليها شوي كمان اذا ضل بضاعه. اوكي اوكي يلا. من الصواني هذا سافلون سعره 35 ما عمره كان عليه ولا 10%. بس بتذكر هلا عليه خصم صار 26 دينار وربع. طيب والسافلون التيتانيوم شو وضعهم؟ السافلون التيتانيوم الفرد كله تعالوا تعالوا عليه. بس لسه اكمل لك. لا انا بالذات بدي اروح راح ارجع راح ارجع. بس طناجر السافلون تيتانيوم هاي المؤبده هاي بدي اشوف شو عاملها. تعالوا تعالوا. هاي طناجر السافلون تيتانيوم الفخمه والله. هاي اغلبك طنجره ما عندك يا حبيب القلب. يا اخوان هاي الطناجر اللي دائما بحكي عنها انا الوان مختلفه في الاسود في البني في الاحمر. تعال ابو نادر تعال وين وين هارب تعال اختصاصك. هاي الطناجر اللي اطلقناها في رمضان في عام 22 طناجر صراحه مكفوله لمده 20 سنه مؤبده صحيه جدا. وطبعا بتدخل الفرن سماك نصف سنتي 5 طبقات وكفاله عاليه جدا ومصنعيتها والفينشنج تبعها رائع جدا. هاي الطناجر يا اخوان سمعنا شو عليها. عليها 15% على الفرن. اسمعوا اسمعوا خصم 15%. الوان مختلفة وفي الطقم هلا بنحكي لهم شو عليها. اسود بني اللون خلينا نحكي الكرميدي كرميدي والزهري. يعني شوفوا بدك تشتري طنجرة العمر تعالي عندي عبدي صراحة. طناجر محترمة الله يسلمك. لسه ما شفنا جوليا بعدنا طولوا بالكم. جوليا لسه ما شفناها. خذ يا عم. نذكر الناس اللي اجت على اللايف الجديد انهم يشاركوا. طيب اذا احنا الان اليوم في لايف بمناسبه البلو فرايدي. طبعا قبل الكل وغير الكل وحبيب الكل عابدين هوم سنتر احنا عندنا بلو فرايدي. عندنا حمله اعتبارا من اليوم وحتى غايه 15 عروض حقيقيه من 15 ل 70%. حنبدا اليوم حتنتهي في نهايه يوم 5/11 بكل فروعنا في اربد والسلط وطبعا في ام جبلين وشفا بدران وخلده. وان شاء الله يا رب يصيروا كمان 5 محلات باذن الله. اللهم لك الحمد. تعالوا خلينا نكمل. احنا قطعنا ابو نادر احنا شوي معلش اسير ابو نادر. بالعكس جريل السافلون طبعا صار 30 دينار صار 19 دينار. خلي شوفوه يا ابو نادر طول. ايوه ايوه مع جلد سبير كمان. حلو يعني يعني هاي يعني عن جد تطبخوا فيها دجاج لحمه يعني سمك. صاروا بسعر الصين خفيف. هي سافلون تركي مكفوله. شو خفيف شو خفيف طلعوا كيف ايدي شنجت. شو بتقول لي خفيف؟ ما شاء الله مش خفيف ما شاء الله
فعلا هذا البري السيراميكي الحراري سعره 5 دنانير صار دينارين ونص 50% اعطاها ابو نادر النساجيه هاي صارت 19 دينار و95 قديش كانت في الابره 27 ونص اه برضو كمان هيفي ديوتي ما شاء الله وشي مرتب كثير ما شاء الله البضاعة كلها فخمة يعني صراحة وانا راح نمشي احنا لانه هاي شاي هاي فرشاي وفي منها معلقة سكرية آه. وفي منها فرشاي للزيت حلو سعرها دينار عليها خصم للي بتسوي السبانخ يوم الجمعة اكراس سبانخ هاي بالمية فلاحي. هاي فلاحي ايوه في عندنا هاي كاسة دبل جلاس او رول جلاس مع البري تاعها 3 دنانير ونص بلاش 50% بتصفي دينار و75 عندنا هاي كاسه سعرها دينار ونص بتصفي 75 طبعا دينار ونص 75 دينار ونص 75 هون برضو دينار ونص 75 عبود لحظه شوي يس عم تعرف انا بحب الطناجر هالطناجر هاي الستانلس ستيل واكيد في لها عشاقها في ناس بحبوها بحبوا الطناجر هاي شو وضعها بالعروض الطقم سعره 100 دينار عليه هديه طقم مكارج ستانلس ستيل سافر ما شاء الله ما شاء الله لا في ناس خلص بتحب ما شاء الله طبعا بالاضافه عندنا طناجر الاكلدز هاي التركي اللي بتحب هذا الشيء عن جد بس حلو كمان حلو والله 50% كام غطى قزاز فخم مقفوله طبعا كلها خصم 50% يعني مقلى 10 دنانير بصير 5 او حسب السعر اللي عليه ما شاء الله بالاضافه لهي الطناجر اللي هون كلها خصم 50% شو الشفافه هاي شو 13.5 6 وربع 17 8 ونص هسه هاي 10 دنانير بتصفي 5 دنانير بقدر احطها على النار مباشره هاي اي قطعه عندنا يعني صراحه تشوفي بتشوفي شوربه العدس لايف وهي قاعده بتغلي قالت في لي صاحب قال امي بس تشوف غيمه بالسماء بتسوي عدس اي للعدس بس حلو طناجر هيك كثير عبد طيب في عندنا طبعا هاي الطنجره المصري الجرانيت قطعه واحده سعرها 8 دنانير بتصفي 4 دنانير يا بلاش تمام حلو قياس 20 سم التخري الالات اللي هون ها فرجيني التقالات هاي في عندنا ثلاث احجام في حجمين الحجم الوسط والحجم الكبير عليهم عرض 27 سم سعرها 3 دنانير صارت دينار ونص يا بلاش والحجم الوسط سعره دينارين صار دينار كيف حالكم؟ الله يصبحكم بالخير. كيف صحتكم؟ يسعدك الله يرضى عليك. ترى في عروض كويسة باعتبارها من اليوم. في عندنا هذا البكرج الفخار 3 دنانير ونص وخصم 50% بصفي دينار و75. ورجيهم الصاجيات اه والله شو هذا يعني هذا جديد الحكي؟ لحظة شوي هذا يعني أنا ما بعرف عنها يا عبد 50% ليش يا عبد؟ عارف عنها هاي؟ 50% تجنن يعني هاي الحجم الصغير اوكي 6 دنانير بصفي 3 دنانير الحجم الكبير 8 دنانير بصفي 4 دنانير في منه حلوة. خمس احجام هون وخمس احجام من الشكل هذا ما شاء الله الحجم الكبير 6.5 بصفي 3 وربع اوكي السايز اللي اصغر منه زي هيك 5.5 بصفي دينارين و75 وفي الحجم الصغير صغير 4.5 بصفي دينارين وربع هذا بالنسبه لل استنى يا عبد شو هذا يا عبد لان الله يا عبد انت يعني ولا بتخبرني عن هاي صراحه انا بعرف انا بس عم بحاول اتشكل معكم على هواكم قدامكم عن جد شيء حلو يا اخي يا اخي لازم يوم السبت تكون هاي موجوده عندي خلص ابشر في اكبر من هاي شوي هاي السايز هاد لك في اكبر عليهم 50% بدي لانه بدي اعمل بدي اعمل لكم شوربه افريقي شتويه قربت بس تشوف جيمي الحجات عدس على طول طيب نحكي عنها بعدين هاي يلا تفضلوا اذا الطابق الثالث كمان مستمر العروض والخصومات كمان سعرها مثلا زي اربع طناجر 60 دينار خصم 50% صار 30 دينار يا عيني عندنا طناجر يا عيني كمان خصومات على مقال السفر اه شو الوضع هون احكي لي المقلاة 18 سنتي صارت 9 دنانير و75 20 على فكرة هاي المقالي 11 دينار مقالي محترمة قديش عندك مسعرة هاي؟ هذه 20 دينار 28 سنتي 28 سنتي في عندك هون 26 اتوقع هاي 26 وهي 28 هي هاي بس مخربطين حاطين 20 قديش؟ 15 دينار اها صار
في عندنا طائر عالي البيض هذا مع غطا 40 دينار صار 8 هذا لبيض بيض عيون سيدي 100% حلو. في عندنا القرمشة 10 في عندنا هذا طقم المآلي اللي على 3 سعره 50 دينار وعليه خصم صار 35 دينار ثلاث مآلي الطقم حلو حلو تمام. في عندنا هون طناجر المربع الفرد عليهم خصم 40% يا سلام. طناجر السافنة المربع 40% يعني هاي الطنجرة سعرها 28.5 صارت 14 دينار وربع. مش هون كان في قرطاسية؟ خلص السيزون تاع القرطاسية. لا بس في عطلة نص السنة ما هو بده يرجع كمان مرة. يعني هاي 28.5 هاي قطعة البطاطا. يا جماعة اللي بتشوفوا أنتم مرات لما يسووا الفيديوهات الطبخ بتطلع بطاطا مضلعة أو صينية جزر مضلعة هيها. طبعا قديش اللي عم بدور عليهم هذول؟ أيوه. للبطاطا هاي شايفينها؟ هيها منيحة سعرها دينار عليها خصم 50% كمان نص دينار والله ما مستاهل اسوي لها خصم خليها بدينار هاي خليها لأنه هاي بالذات حلوة. في عندنا هذا طقم البكارج الفايركس التركي بيجي ثلاث سايزات اوكي والله عليه برضه خصم 50% هي هذا قزاز اكيد هذا مش العدس هذا القهوة هذا ما مسوي فيه عدس اوكي هاي مسوي فيه قهوة حلو. اذا طقم مكارج الله يمسيكي بالخير كيف حالك شو اخبارك؟ هذا الطقم الكبير ثلاثة هاي دينارين خمس دنير عليه اوفر هلا دينارين ونص يا سلام يا سلام. شو المقالي هاي عبد؟ هاي كمان حلوة هاي والله في منها ثلاث الوان حلوة احمر وازرق حلو عليها خصم 50% يعني المقلل الصغير والمقلل الاكبر وفي المقلل الكبير الوسط قصدك انت هذا الوسط في الكبير هاي الكبير تمام. شو سعرهم بالله ابو نادر هذول؟ سعر حجم الوسط هون 9 دنانير صار 4 دنانير ونص اذا 50% كله هذا 50% اذا 50% شباب الصغير هذا 4 8 دنانير صفي 4 9 دنانير 4 ونص 10 دنانير 5 دنانير يا سلام اذا 50% خصومات نمشي للكاسات الدملاج عندنا كاسات الدملاج هذا المذهب ريل جولد سعرهم 5 دنانير عليهم خصم 50% صاروا دينارين ونص هون كاسات الشاي برضه 5 صاروا دينارين ونص عندنا المج هال بيجي بالوانه سعره دينار عليه خصم تقريبا 70% ثلاث مجات بدينار يعني 1 2 3 بدينار بدينار يا بلاش تمام ثلاث مجات بدينار طبعا. طيب خلينا نربح لنا هديه هسه احنا ضيعنا هديتين نربح هديه الان وربحناكم عبدين هون وربحناكم فرمات يو اس بي ثنتين اقول لكم اللي ربحها اللي راح يدعي لي اذا اذا هديه بقيمه 50 دينار مقدمه من عبدين هوم سنتر والعروض مستمره من اليوم وحتى 5/11 العروض القيمة جدا راح تكون بمناسبة البلو فرايدي احنا سميناها بلو فرايدي احنا غير الكل وقبل الكل وعبدين حبيب الكل هذا من عندي انا ضفته طبعا هذا الشهاد من عندي الان الاسم القادم رايح اربحه هدية بقيمة 50 دينار مقدمة من عابدين هوم سنتر 3 2 1 سلسبيل الخطاطبي اذا سلسبيل خطاطبه فزتي معنا بهديه بقيمه 50 دينار ان شاء الله تعالوا معنا خلينا نكمل ان شاء الله. الاستكانه هاي اللي بدون ايد سعرها دينار ونص عليها خصم اليوم صارت 85 قرش حلو تمام. في عندنا طقم الصواني هذا اللي على 3 سعره كان 32 هلا 14 دينار هذا اكثر من 50 هذا اكثر من 50 صح؟ اليوم انه ما بيطلع 100% شو بيطلعش هذه ديوتي انسوا يعني حتى اذا للامهات الفنانات بالضرب يعني فيك نجي على الفايركس ما شاء الله هذا على 3 سعره 10 دنانير صار 8 دنانير في عندنا هذا الطقم اللي على 2 سعره 8 دنانير 95 في عندنا هذا الطقم اللي على 3 10 دنانير 90% برضه 90 50% في عندنا هون الطقم الدائري البيضاوي 8 دنانير 95 في عندنا هذول تاعون الثلاجة هذا كان على 3 وعلى 2 الكوك ستور هذا سعره 10 دنانير هذا سعره 7 دنانير و75 اللي على 2 يا سلام صراحه يا اخوان
إشي فخم، إشي فخم إن شاء الله. لأن هاد هو 7 دنانير صار 3.5، تعون التشيز كيك، تعون الترايفل. والله اسمع، لفتي بحط فيها كل شيء، كله عليه 50%. البايركس هاد بأنواعه اللي هون، تعون التارت والإنجليش 50%. جميل. طبعا بالإضافة للبايبون، حواف ضد الكسر، يا سلام. هاي كله عليه 50%. كل الحواف هاي ضد الكسر، في منه يمولع مولع يكسر بس اسمع عبد، بالاخر بده يكسر يعني شو بس يكون يكون. جميل جدا، جميل. في عنا التفر ويزا والمكتبنات اللومينار، في عنا الحجم الصغير هذا عليه اوفر دينار و10، الحجم الوسط عفوا الصغير 85، الكبير دينار وربع. في عندنا هذا المج الجود مورنينج عليه اوفر دينار، هلا عليه كمان 50% بصفي نص دينار. تمام. وهذا المج نفس الشيء عليه 50%، كل المجات هاي هون كلها عليها 50%. هذا بالنسبه للمج. انا عم بتسوق على فكره، وانت بتحكي بدي اخذ حلقه يوم ليوم اذا يوم السبت رح تشوفه. قلت لي شو اسمه بالضبط؟ هذا شو اسمه؟ بايبون. بايبون هاي كيف بدي احفظها؟ بايبون خلص نكتبها، لانه انا مرات شو في منه الوان بالله. السماعة لحظة شوي، إذا في الأحمر والأخضر والأزرق. أخضر أزرق وفي بيج. وين البيج؟ هيو أحمر وبيج. أعطونا بالله بيج كمان. هاي راح أعمل لكم شوربة فريكة إن شاء الله. بالله بدي أغلبك اثنين، يعني اثنين يعني من هذول شايفة طلعي. بدي كمان قدهم، الله يرضى عليك. هاي كلها طبعا هون سحون البايبون عليها. على فكره عبد، هاي كلها بتستخدمها الفنادق. كلها هاي فنادق ومطاعم يعني كلها بيستخدموها، لانه صراحه بضاعه فخمه جدا. في عليها، انا ما كنتش منتبه لك، في عليها خصم. هاي الالوان عليها خصم. تعالي بالله اعطينا ورجيهم. شوفوا لي محلال هذا عليه خصم 50%. غلفي لي اياهم تغليفه حلوه، الله يرضى عليكي. يا سلام يا سلام. يس ما شاء الله. 7 دنانير 3.5، 74 دينارين 35. جميل جدا، نفس الحكي برضه. في عنا برضه نمشي هون نورجيهم معنا المجات هذول. بس قبل ما نمشي على السريع، هذول اللي دائما هذول دائما هذول دائما بنزتهم وما بنكسروا. لا 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 مرات بنكسروا يعني بصير معنا يعني صح. بس نورجيهم هون. تعال يلا. السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يعطيكم العافية. تنزيلات شغالين؟ ما رجعنا والله، كنا طالعين يعني عليكم، لأنه تنزيلات صح 100%. هذول جماعة محترمين. والله ما شاء الله عليهم. هاي هون كلهم 50%، هاي البهارات يعني 22.5 11 وربع 12 11 دينار ونص 75. هون 14 دينار 7 دنانير 10 صار 5. خلص 50%. وهذه حقائق يعني، هاي حقائق 100%. هاي صفة دينار. ما شاء الله ما شاء الله، شيء جميل والله. للبهارات تفضل. طبعا صحون اللومينارك الفرنسي، في منه اللون السكني، اللون الفيروزي، واللون الاسود، المربع والدائري. خصم 25%. الربع الربع 25%. خصم 25%. ما شاء الله ما شاء الله. تعال يلا عبد. ايوه يا سلام، شوفوا لي هون طقم الكاسات الدملاج. يا عيني يا عيني. وفي عندنا هذا الطقم 5 دنانير و95. حلو. بالاضافه لكاسه الهايبول. تعالوا تعالوا التركي اللاب عرض. يا سلام. دينار و95. قديش؟ دينار و95. 6 كاسات. الست كاسات لاب تركي. في عندنا كاسات اللومينار كلينط الاسود، هاي الثلاث كاسات بدينار برضو عليهم اوفر. هاي الشمعة كلها 50%، يعني هاي بتاعت اللي بتلف البطاطا كان دينار 75 صارت 87 قرش. في عندنا الهراسة التوم كانت دينار صارت نص. في عندنا هنا تعون العجين دينارين صاروا دينار. حلو. هذا هيك كامل. حلو. ماشي. يعني تنزيلات على كل شيء موجود. بس البرجر هاد دينارين صار دينار صار نص. كيف حالكم؟ تعون الكريم دينارين صاروا دينار. حلو حلو. أوكي. كل بضاعة فخمة وإشي مرتب. هدول الكفاكير 50% هون 50%، يعني معظم البضاعة هون 50%، بالإضافة لعصارة البرتقال هاي عشان ما نطول عليهم. يلا عصارة البرتقال وينها؟ فرجيني إياها عصارة. 25 دينار
هذه على فكرة تحديدا للرمان هاي قصة. تقسم الرمان بالنص وبتعصر ياك 25 صارت 16 دينار 95. خلينا نفرجيهم اياها معلش بس تعب سكري ذهيل علي ما شاء الله طلعوا لي اياها. شوفوا شوفوا طلعوا هاي فيش بعد العصارة قد ما يجيبوا عصارات لا يعلى عليها. قد السعر بالله 17 دينار 25 صارت 16.95 في طقم البكاري الجساف لان هذا طبعا كان 17.95 صار 10 دنانير يعني كان هيلو. 18 صار 10 تقريبا 45%. في الديسبنسرز هذول 5 دنانير كمان تمام. هذا طبعا هون لسه في اكثر من 100 عرض ما حكينا عنه عشان الوقت. تفضل تفضل خلينا نطلع احنا فوق الطابق الاخير البيضات. سؤال للشيف تفضل. هلا هلا تفضل ايش السؤال؟ احنا متابعينك يسعدك الله يرضى عليك. بدي اسالك عن هاي هاي طن اكيد الله يسامحك. شو بتلزق انت جاي من عند عابدين هوم سنتر بتقولي بتلزق؟ بس شوفي ما تستخدمي من اي ملعقه حديد جواتها لانه والله بتعيش العمر ما شاء الله. شوف محلى لا لا على مسؤوليتي اسمعي تعالي هون ومسكيها هيك بالمحل واضربيها قدامنا كله سا كله هون طبعا هدول الاسلال 10 دنانير سلي وباكيت بوينت يا عيني صار 5 دنانير اوكي. هذا 15 دينار قسم 70% صار 4 دنانير ونص السلي مع باكيت بوينت. يا سلام يعني روائع من الروائع. انا اليوم سعيد جدا يعني اليوم قضينا نهار حلو بهالتحف. الان راح اترككم مع عبد هون لانه هون قسم البيضات وبرضو عامل خصومات وضيع لنا هديه ضايل هون سعره 12 دينار ايش هذا 90 بصفي 6.5 طقم اوكي 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 قلت لك شو سوار حمام يس يس شفته انا زي هناك 100% تعال شوفوا لي هون. طبعا السجاد بتوقع انه بعدك على القطع الصغير يا عبد هون. لا في كل الاحجام مش تفصيل جاهز عليه خصم 15% هذا السجاد. طب انا بدي للدار سجاد هسه قصدي وين موجود يعني معروض هذا السجاد القطع الكبير قصدي انا اكبر حجم ايش عندنا حمدي 160 و230. طب شيء حلو طب هذا ممتاز لا صراحه شيء حلو تمام بالاضافه صراحه شيء حلو كامل عندنا تشكيله فرو كله عليه خصومات. والله هذا بدي اعمل لي منه هيك فروه سامع شايف طلع في وفي هذه دينار سعرها عليها خصم يا بلاش. في عندنا الترو اللي بنحط على الكنب برضه وفي عندنا عده موديلات بنوديهم هلا بس يلا تعالوا عشان والفرشات وخلاص ما شاء الله ما شاء الله. ورجينا سميع عروض اللحف والفرشات هذا جديد عبد هذا كانه الشتوي عندك نزل. هذا اربع قطع شيف في عندك بيجي شرشف مطاط والحاف وجه مخدي وقرنه عليه عرض هلا 24 دينار و95 طبعا يا جماعه يا جماعه شو الاسعار يعني هاي شو القصه ما شاء الله يعني بقول لك غالي وين الغالي والله العظيم مش مرتب. هذا مثلا بيجي اربع قطع النوعيه الثانيه المدرب مو الساده زي هيك. هذا بيجي وجهين مخدي وشرشف مطاط والحاف. لا لحظه لحظه شوي هذا كله موجود بكل الفروع؟ كله موجود بكل الفروع نفس الشيء. ايوه وكميات منيحة؟ نعم يعني عن جد الحمد لله يعني هذا حصري فيورنا لينينز هذا إلنا. يا جماعة تعالوا شوفوا تعالوا بس لو تقربوا شوية يعني أنا بحكي على شغلات كواليتي عن جد طلعوا قديش دافي. بعدين هذا أنتي بكتيريا ما بيعمل حساسية حلو كالحاف. بعدين حصري بعبدين هوم سنتر 24 دينار هذا 24 دينار ثلاث قطع 94 أربع قطع وجه مخدة والقرن وشرشف مطاط. يا جماعة لا هاي أسعار صراحة اشي فخامه. تعال اعبد عندي تعال مريحه. اه والله مريحه تعال يا خصم رجعنا ضهرنا تعال اقعد اقعد الله شيء حلو. اذا يا اخوان انا طالب وحده للبيت لهلا ما جيبوا لي اياها بقول لي وحده للشيف. اه والله انا بدي بعدين مشكله. اذا حبايبنا هاي الحمله اعتبارا من اليوم لغايه 15 حتكون حمله من 15 ل 70% ان شاء الله. لحقوا حالكم لانه عرض رهيب. طبعا احنا عندنا شيء اسمه بلو فرايدي مش بلاك طبعاً. ولا وايت مميزين بكل شيء. احنا غير الكل وقبل الكل وعابدين حبيب الكل الله يحبك يا رب. خصومات حقيقية. ضايع لنا شخص بس شكله بده يحكي لي شغله ضايل شغله فرجينا اياها. حايص تعالوا تعالوا تعال نشوف. انا بحب الحايص اسمع بحب هذا روب الحمام افتح لي بدي اشوفه كيف روب الحمام افتح لي اياه شوف
هذا عليه هذا عليه 50%، هذا بدل 5 دينار 12 دينار 50. الناس يتابعوني على صفحتي كمان، انا بحب اجيب لكم شغلات حلوه صراحه يعني. والزلمه هذا محترم، هذا روب حمام، هو بشكير يعني بالاخر، بس شوفوا لي طلع طلع طلع. انا كنت عبيد، انا كنت بالصيف اشتغل في محلات ملابس بصف وبيع منيح يعني. طلع شيء قديش هذا بدل 25 دينار صار 12 دينار و95 قرش، حلو 11 دينار و95، 50% خصم. نعم ما شاء الله. وفي منه اربع سايزات ميديوم لارج، طبعا هذا طبيعي اكيد. وعندنا اوفر البشاكير طبعا. اه والله فجيب بشاكير. هلا في عندنا البشاكير 10 اللي هو الكبير ال 50 متر. البشاكير هاي ما شاء الله قديش قديش كان وقديش صار؟ هذا 5 ب 10 هلا عليه عرض، كان خمسة سعره 3 دنانير ونص البشكير. اوكي. هاي كان سعرها 10 دنانير هلا 6 دنانير و95 قرش. هاي كبير يا اخوان، طلعوا قديش طلعوا؟ الحمام كويس يا فكره هاي. هلا البشاكير التركية هاي نازلة نيو كوليكشن جديد. في عندنا بوكس برضه. اه فخلينا نشوفها. ثقيلة على الراس. والله ثقيلة هاي. شوف. اه والله. كمان. إذا إذا بتلاحظوا من الطابق الأول للطابق الرابع في كل فروعنا عروض من 15-70% وعروض حقيقية جدا جدا. السلام عليكم، كيف الحال؟ شو أخبارك حبيبي؟ 50% هاي كانت دينارين هلا. القراني وجه كوشن في منه 11-12 لون. والله مضغوط كويس. نعم هذا الوجه تبعتها بدل ليرتين دينار هلا، وهاي بدل 3.5 وجه الكوشن صارت دينار و75، 50% خصم. إذا حبايبي هذا ما اليوم، لكن ضاي الشغله بدنا نشوفها. ابو العبد جاب لي اياها، ابو نادر تعال تعال عندي. شوفوا الشغف، الشغف اللي عند اخوي الله يسلمك، شغف شخص محب بحب يفرجي البضاعه ويفرجي يعني. رجل على فكره بيشتغل ليل نهار مشان يامن اسعار منيحه وبضاعه حلوه. انا برايي يا عبد، عبدين رقم واحد، عبدين رقم واحد. وانا لله الحمد يعني كل الشرف إلي إني أمثله كوجه إعلامي، لأنه عن جد عن جد رجل بيهتم بكل شيء. الله يعطيك العافية. فجينا هاي شنو معك؟ هاي البراند تاعتنا الخاصة فينا فيولا لينت، وجوه مخدات في منها شراشف مطاط. هاي انضمت والله العظيم، أنا جيت هون نعسني يا زلمة، بدي أنام صرت أنام هون. اسمع من كثر ما هو حسيته دافي هون. على فكرة أنا كثير بريد، فلما شفت الصوف عن جد يا جماعة أقسم بالله إني يعني انت شايف الاحساس. اه خلص اللايف الجاي راح نربحهم فرشه. اوكي جدا، حضروا حالكم. هذا اسمعوا على الفرع الجديد، بدنا نروح بالجديد والقديم حرام اللي صار له اللي ذبحونا في اذا الجائزه الاخيره لليوم. ما تاخرنا عليكم، كل احترام للي ظلوا معنا على اللايف، كل احترام لكم. 1 وبسم الله. كرم وسام، كرم وسام مبروك. ما بعرف كرم هو رجل ولا ست، اسمه انه مشترك. اذا جائز بقيمه 50 دينار مني ومن اسره عابدين هوم سنتر المتمثله بشخص السيد عبد ابو نادر. نحكي لكم نهاركم سعيد، بتمنى لكم باقي نهار هادئ. يوم الخميس ويكند قاعش هادئ والله. هالعروض من اليوم ل 15. الى اللقاء، يعطيك العافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه.